زميلنا كريم بيبرس مراسل صباح الخير يا مصر، تابع الحملة المكبرة اللي شنها جهاز حماية المستهلك لضبط المخالفين ومحتكري السلع الاستراتيجية والحيوية اللي حجبوها عن التداول، وكمان هنشوف ضبط سلع مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المواطنين. جهاز حماية المستهلك خلال الفترة اللي فاتت كان بيقوم بمجهودات كبيرة جدا بتوجيهات من القيادة السياسية ومن الحكومة بضبط الأسواق وكمان بالحفاظ على حماية المستهلكين المصريين بشكل عام. طبعا في إجراءات كثيرة جدا بيقوم بيها الجهاز، ومن أهمها هو التحول الرقمي، وده جزء منه مهم، وده طبعا جزء برضو كمان من توجه الدولة للتحول الرقمي. ده عن طريق استقبال الشكاوى الخاصة بالمواطنين وتطويرها بشكل عام. كانت الأول هاتفية بس أو عن طريق إن المواطن ممكن يجي إن هو يقدم الشكوى كتابية. دلوقتي تم التطوير، بقى في أجهزة إلكترونية خاصة باستقبال الشكاوى. مش بس كده، في كمان رقم خاص واتساب تقدر المواطن ان هو يقدر عن طريقه او من خلال هذا الرقم ان هو يقدم الشكوى الخاصه بيه وكمان يرفق بيها المستندات الخاصه بيه، وخلال 3 أيام عمل بيكون الرد على المواطن بالتعامل، يكون في محقق خاص بالتعامل الخاص بالشكوى. ده جزء، لكن في كمان جزء خاص مهم جدا، وهو الحملات الموسعه اللي كانت بتقوم بيها جهاز حمايه المستهلك خلال الفتره اللي فاتت، وهي طبعا ضبط الاسواق والاهتمام ب طبعا منع حجب السلع ومنع الاحتكار. ده كان بالتزامن مع الحملات الكبيره للحفاظ على السلع الاستراتيجيه ومنع حجبها ومنع الاحتكار بشكل عام. هنشوف دلوقتي طبعا حمله مكبره وموسعه على المحلات والمصانع لضبط الاسواق وصون حمايه حفاظ على حقوق المستهلكين. احنا النهارده في ظل توجه الدولة المصرية باحكام الرقابة على الاسواق وفي ظل تعليمات وتوجيهات السيد رئيس الجهاز، المحلات التجارية بنبتدي نسأل مثلا نشوف الفواتير اللي جايبها البضاعة، ده رقم واحد. بنبتدي نتابع الاسعار اللي موجودة على المنتجات والاسعار اللي جاية في الفاتورة بتاعت المنتج. بنبتدي برضو نتابع سياسة الاستبدال والاسترجاع، وهل المحل او المنشاه التجاريه فيها اعلان عن سيل ولا لا، وهل يوجد تصريح ليه ولا لا، وذلك من اجل الحفاظ على حقوق صيانه المستهلك المصري. كمان حضرتك بنتابع المنتجات اللي موجوده في المكان، بنشوف هل هي عليها البيانات كامله، هل هي مستوفاه جميع البيانات باللغه العربيه ولا لا. بنتابع كمان الفواتير، هل هي فواتير خاصة منتج محلي ولا منتج مستورد، هل ليه إفراج جمركي ولا لا. دي الحاجات أبرز الأشياء اللي احنا بنبتدي نتابعها داخل المنشآت التجارية. في إطار استراتيجية الدولة لضبط الأسواق وحماية المستهلك والتصدي لارتفاع أسعار السلع والتكلفات، من السيد رئيس الجهاز ان احنا نراقب على السوق ونشوف انضباط التجار او مدى التزام التجار بقانون حماية المستهلك. النهاردة اللجان التفتيشية موجودة على مستوى القاهرة الكبرى، على مستوى الفروع الإقليمية للجهاز احنا موجودين عاملين غرفة أزمات بنتابع بيها موقف السلع والأسواق أول بأول. موجودين دلوقتي في المخبز اللي احنا موجودين فيه ده، بنراجع على المستندات الخاصة بالمكان، بنراجع الفواتير الخاصة بالدقيق، وبنشوف مدى التزامه بالأسعار والأوزان. وبالنسبة للمكان هنا يعني احنا زي ما الكاميرا رصدت، هو عنده شوية مخالفات أو عنده مخالفات رصدناها وبنعمل بها محضر وبنحول له النيابة العامة لاتخاذ شؤون.